كثير. نحن نتحدث عن أول مرة منذ 40 عاما تشارك قيادة الحركة هنا من قطاع غزة في مثل هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات التي ضمت قيادة الحركة هنا في قطاع غزة، وأيضا قيادة الحركة في لبنان وفي سوريا، وأيضا أمناء سر الأقاليم في العالم، في الساحات العربية، في آسيا، في أفريقيا، في أوروبا، في الأمريكتين. بالتأكيد أضافت لنا الكثير على كل المستويات. نحن نتحدث عن نقل العديد من التجارب، وجهات النظر، التعارف بشكل مباشر، اللقاءات المباشرة أضافت الكثير من العلاقات والخبرات التي من شأنها أن تعزز فرص نجاح أي عمل تنظيمي مشترك في المرحلة القادمة. وبالتالي نحن ننظر إلى هذه اللقاءات بكل معنى الكلمة من الإيجابية، وأضافت لنا هنا في قطاع غزة العديد من المواقف الهامة، وأيضا المكان الذي أضاف لنا. نحن نتحدث عن بيروت عاصمة الثورة الفلسطينية، نتحدث عن بيروت.